على خلاف أجواء التفاؤل في محادثات جنيف بين واشنطن وموسكو، يبدو بأن اجتماع مجلس الناتو وروسيا لم ينتهي إلى المأمول منه. يانس ستولتنبرغ أمين عام الناتو أعلن بأن هذه المباحثات لم تصل إلى سد الفجوات مع روسيا وفق تعبيره. أما موسكو فقد قالت على لسان نائب وزير خارجيتها وبعد انتهاء هذه المباحثات، قالت إنها ستتجه سياسة الردع المضاد تجاه الحلف. بعد أن قضت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها الروسي سيرجي ريابكوف 8 ساعات في محادثات جنيف الأخيرة، يعود المسؤولان إلى موسم محادثات آخر شمالا في بروكسل. في مقر الناتو هنا سياق مباحثات مختلف، فالشركاء الأوروبيين حاضرون على الطاولة يحاولون الاقتراب أكثر من فهم أين وصل التفاوض الأمريكي الروسي حول أزمة أوكرانيا. هذا الموسم من المباحثات يختلط فيه الدبلوماسي بالعسكري، فاللحظة حرجة بالنسبة لأمن أوروبا وفق تعبير أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ. لم يكن هذا نقاشا سهلا، ولكن هذا هو بالضبط سبب أهمية هذا الاجتماع. لقد كان لدينا تبادلا جادا ومباشرا للغاية حول الوضع في أوكرانيا وحولها والآثار المترتبة على الأمن الأوروبي. روسيا الباحثة عن ضمانات لوقف يد الحلف عن التمدد في خاصرتها الأقرب أوكرانيا، تدرك أن تحقيق هذه الغاية مع واشنطن يتطلب فهم مشاعر الأوروبيين، وهي مشاعر تعيق أي تفاهم منتظر حول أوكرانيا وفق تعبير نائب الوزير الروسي ريابكوف. أما عن المشاعر الأمريكية فهي تأمل السلام والأمن وفق ما قالت الدبلوماسية الأمريكية ويندي شيرمان، وهي التي تعرف باسم الثعلب الفضي للون شعرها الأبيض وأسلوبها بإبرام الصفقات. لقد أوضحنا ذلك وقلنا للروس مباشرة مرة أخرى، إذا غزت روسيا أوكرانيا ستكون هناك تكاليف وعواقب كبيرة تتجاوز بكثير ما واجهوه في عام 2014. خارج هذه القاعة تنتظر كييف ما سيفضي إليه هذا الحوار، وهل سينجح في تجنيبها الحرب مع روسيا، خاصة وأن الأخيرة أنهت للتو درسا كزخيا لا زالت عيون الغرب عليه. أرحب بضيفي من بروكسل حسين الوائلي الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي. أستاذ حسين أهلا بك بداية، هذا أول اجتماع منذ عامين لم ينتهي إلى نتائج. هنا السؤال أين يتشدد الناتو، أين يمكن أن يبدي مرونة؟ أستاذ طارق، كما تعرف وأنت خبير أيضا في الشأن الدولي قبل أن تكون صحفيا، أعتقد بأنه النقطة الخلافية الأساسية هو قضية التوسع. يعني حلف الناتو يريد أن يتوسع شرقا باتجاه جمهورية التحالفات السابق، وكذلك هناك عسكرة روسية تقابله، عسكرة على الحدود أوروبا الشرقية، هناك أكثر من 200 إلى 300 دبابة موجودة الآن على الحدود أوروبا الشرقية، على حدود أوكرانيا، على حدود بولندا، على حدود ليتافيا ليتوانيا. هذا التحالف الروسي البيلاروسي أيضا مقلق بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة إلى حلف الناتو. هذه العسكرة بنهاية المطاف حقيقة تلقي بظلالها على طاولة المباحثة سواء في جنيف أو ببروكسل الآن، الذي يحتدم حالة من الصراع الدبلوماسي وكذلك العسكري. بالإضافة إلى ذلك هناك حقيقة مطب كبير جدا دخلت فيه المحادثات هو الوجود العسكري على الطاولة، بمعنى آخر الجيش الروسي يتدخل بمفاوضات وهو موجود ويعتقد بأنه هو شأن أمني. هنا هذه حقيقة المحورية الأساسية التي تقف عائق أمام فاهمة جديدة، أمام رؤية جديدة من أجل الوصول إلى مخرجات حقيقية ما بين الأطراف المتصارعة على جغرافيا أوروبية منعزلة عن المحادثات. طب مدى الحماسة التي تبديها أو يبديها الناتو والإصرار والإرادة فيما يتعلق بضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، هذه القضية الأساسية التي تثير المخاوف والهواجس الروسية وتقابلها بطلبات متكررة بأن لا يتم هذا الضم؟ يعني هذه هي ما تضمنته حقيقة بنود اتفاقية مينسك. استطارق يعني اتفاقية مينسك تقول بأنه يجب أن يكون هناك حالة من الهدوء
هناك حالة من الاستقرار سواء في جنوب أوكرانيا وكذلك في وسط أوكرانيا وفي شمال أوكرانيا، وأن تبقى الجغرافيا الأوكرانية هي جغرافيا محايدة، أن لا يتوسع الغرب باتجاهها، ولا أن تكون جزءا من حلف الناتو، ولا أن تكون أيضا ضمن الإطار الدبلوماسي الأوروبي، ضمن إطار الاتحاد الأوروبي بمعنى آخر. وهذا ما وافقت عليه، وتم بإشراف فرنسا وألمانيا عندما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مستشارة لألمانيا وكانت مشرفة، وأيضا كان هناك ماكرون هو الذي أشرف على هذه الاتفاقية بمعية روسيا وأوكرانيا. الآن هناك اصطدام كبير جدا، نظرية الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه كل ما حدث سابقا هو لا يعنيها، لأنها هي لم توقع على الاتفاقية وتعتقد بأنه يجب أن يكون هناك توسع أمني لحلف الناتو، ولكن هذا التوسع صفت أو ما يسمى بالتوسع الناعم، هو أن يكون جزء لا يتجزأ من أوكرانيا من الحلف شمال الأطلسي. هنا روسيا تقول لا، يجب أن يكون هذا الحياد موضوعا ضمن اتفاقية وقعت في عام 2018. هنا نتحدث أيضا سطارق عن روسيا بأنه هي قالت بأنه إذا كان هناك توسعا ناعما فالاجتياح سيكون مبررا، اجتياح الروسي إلى أوكرانيا. لهذا السبب هم كانوا على الحدود حقيقة، وعندما تقول التقارير الغربية بأنه الدبابات الروسية موجودة على الحدود أوكرانيا، بالفعل كان هناك رغبة روسية حقيقة بالاجتياح عندما لا يستمع أحد. لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية استقرت، كان هناك استقراء للواقع ودفعت بأن يكون هناك محادثات وجه لوجه، والآن نحن نعيش أجواء محادثات قد تكون حامية الوطيس ما بين الطرفين بين موسكو وواشنطن. طب أستاذ حسين، هنا هل ينظر الجانبان لبعضهما البعض كعدوين، رغم أن هذا المبدأ في العام 2010 تحديدا في اجتماع ناتو روسيا في لشبونة جرى نفي ذلك، وذكر أن هناك مساحات جيدة يمكن لكلا الجانبين التعاون بشأنها، رغم أن هناك ملفات عديدة تقلق ربما الجانب الأوروبي كالتهديدات الإلكترونية الفضائية، الحد من السلاح، نزع السلاح، ووضع حدود ربما متفق عليها من كلا الجانبين لموضوع نشر الصواريخ. هو كان عداء، أولا هذا العداء كان عداء أيديولوجيا سابقا عندما كان الاتحاد السوفيتي السابق، لكن بعد التحول الروسي باتجاه اندماجه في الاقتصاد الغربي، اندماجه في الاقتصاد الرأسمالي، شركات أوروبية استثمرت كثيرا في روسيا، لكن الأحداث التي حدثت في سوريا وما عقبها في عام 2014 يعني سقوط أوكرانيا، وكذلك أيضا الأحداث التي حدثت في ليبيا، لأنه روسيا كانت تستثمر بأربع ملايين يعني مليارات دولار تقريبا سنويا كناتج من أراضي ليبيا، تعتبر روسيا بأنه هذا إخلال بالاتفاق الذي تم الاتفاق عليه بأنه روسيا ستكون جزءا من الاقتصاد الغربي. هنا أسقطت حقيقة مجموعة السبع العضوية عن روسيا وأصبحت خارج الإطار، وهنا تحدثت روسيا بصوت عالي بأنه هي قطب مهم جدا. الآن هناك رؤية جديدة، هي ليس الأيديولوجية الاتحاد السوفيتي، ولكن هناك الرؤية ما تسمى بالبوتينيزم أو ما يسمى بالبوتينية، الفكرة البوتينية، وهي أن تكون جزء لا يتجزأ من القطبية، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن عداء حقيقي ما بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت برئاسة الرئيس بايدن تقول بأنه بالفعل هناك تهديد إلى أوروبا، إلى المصالح الأوروبية، المصالح الغربية، المصالح في الناتو، مصالح الولايات المتحدة الموجودة في 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 أوروبا، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تنسى بأنه الاختلال الاجتماعي الذي حدث إبان حكم ترامب كان سببه هو حالة الاختراق الإلكتروني الروسي، وقالت بأنه كل هذا التفكك الاجتماعي الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية هو سببه روسيا. فالآن نجزم بأنهم أعداء، ونجزم بأنه الطاولة هي التي تجمعهم على فكرة واحدة حتى يبتعدوا عن انزلاق في حرب عسكرية مكلفة وثقيلة للطرفين. طب إذا كان الأمر كذلك، العمل على منع حدوث أو وقوع حوادث عسكرية خطيرة، ما الذي يمكن للناتو أن يفعله؟ هل يمضي في اتجاه فرض المزيد من العقوبات القاسية في إطار الاتحاد الأوروبي والناتو، أو توفير الدعم العسكري الدفاعي، نشر قوات بتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك ربما أقطاب داخل الناتو أستاذ حسين تبحث عن حلول وسط بعيدا عن التصعيد أو إظهار ليونة أو ضعف مفرط. لا أعتقد بأن هناك ربما ستكون عقوبات. أنا أعتقد في رأيي إذا لم تنجح هذه المفاوضات وهذه المحادثات في جنيف في بروكسل، حالة التقارب الموجودة الآن، ربما
ربما سيكون هناك ضغطا غربيا، يعني سواء من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من أوروبا بفرض مجموعة من العقوبات. يعني لاحظنا احنا يعني في الأيام الأخيرة حتى قبل مجيء يعني بلينكن إلى بروكسل وكذلك مجيء شيرمان إلى جنيف، قالوا بأنه بالفعل إذ لم تلتزم موسكو بمجموعة من الرؤى الأساسية التي فرضها حلف الناتو، وهي أن يبتعد عن حدود أوروبا الشرقية، يبتعد عن يعني الحدود الأوكرانية، ربما ستكون هناك حزمة عقوبات قاسية جدا. أولا هذه الحزمة هي ستستهدف بالشكل الأساس البنوك الروسية، وكذلك هناك استهداف أيضا في نفس الوقت للصادرات الروسية والإنتاج الروسي. بمعنى آخر روسيا تعتمد بشكل كبير جدا على تصديرها الغاز، تصديرها إلى يعني إلى المنتجات الطاقة إلى تجاه أوروبا، إمدادات أوروبا كلها كطاقة أيضا هي من روسيا. فبالتالي ربما الآن سنذهب باتجاه موقف قد يكون متشدد. هذا الموقف المتشدد ربما نصل في مرحلة أنا أسميها حقيقة متغير في العلاقات الروسية الأمريكية. نعم، أنا أشكرك من بروكسل حسين الوائلي الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، شكرا جزيلا لك.